السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا فيديو اليوم هو عباره عن روم عملناه امبارح، روم مسابقه شدات فتح السيزون. فالفائز كان معنا شاب اسمه مسعود، يمكن فمسعود حبيبي الف مبروك عليكم على الربح بالمسابقه. اذا كنت عم تتابعني وشاهدني او حدا منكم يعرف مين هو مسعود اللي راح يفوز، فيا ريت تتواصل معي على انستغرام لحتى اعرف كيف اتواصل معه واعطيه الشدات تبعه. وهلا بتركوا مع الفيديو مشاهدة ممتعة والسلام عليكم. تبعيته في واحد كاتب لي بالتعليقات تقرما قوي عربيتك واحكي عراقي. ان شاء الله اخوي، ان شاء الله نقول ان شاء الله. المجازر بدها تصير هون. شيل راح واحد. ليك وين كمبار؟ ديك هذا كمان وين مكمبر؟ ايوه مكمبرين لبعض هدول، المصطفى وسنايبر مكمبرين لبعض. على الفوز ما في.
يا سنايبر روح العب. ايه ابن كويك، لك 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 على وين ضرب فلير يا الله. لك وين هذا؟ روح روح روح، منو قدك؟ روح يا راندي انت التاني، روح. من الدمج شيرشل واحد تاني كمان. واحد فجر حاله بالقنبلة. عم تحوموا حوالين بعض يعني؟ طيب واجهوا بعض يعني، بدكم تضلوا هيك واجهوا بعض. ايش هذا؟ ما عنده صوت. طلع اجاك واحد ضرب قنبلته يضحك. الله يرحمك. لا مات بريد زون، حرام. كيف والله وحش شير، والله وحش دمك هيك وقاتل كل الناس، والله كفو عليك. كليك هذا هذا
مالك فهمان على هذا الشيء؟ انا مالي فهمان عليك شيء. لا حرام، يلا روح ضل اكس، وهذا الثاني كمبور. ليك هذول اتنين فاصلين، والله اذا تنزلون ما راح تلاقي سلاح. لا حاليا ومسعود كردن انا اكثر عدد كيلات عندهم، غيره مين هذول؟ خمسة حرام. في شاب كان عنده 4 كيلو مات بريزو، حظه. انتحر هذا التاني كمان، انتحر. شو عم تحاول؟ وال هذا الثاني وين؟ بقين 4. والله يبلعك يا لا. الشال بس معه رمانات هذا.
كفو مسعود كورد، كفو 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 وحش، 8 كيل. حلو، لقينا عندنا كمبورة. يا كمبور، اسمه رمضان، ومسعود كورد وشيار. تنشوف من يفوز الجيم، بس يعني حتى اذا فاز الجيم الشدات لمسعود، هو عنده اكتر كيلات. هلا المواجهة الأخيرة بين شيار ومسعود، يلا تنشوف وين نقطة الالتقاء. خلاص خلي واحدة لك واحدة لشيار، دروبين نازلين مع بعض، واحدة لك واحدة له. مفلس من بنزين، اعمل حسابك شيل معك بنزين. شو عم يصير؟ يلا ارجع ارجع، لوين رايح؟ روح فعل، يلا روح. هي اضرب اضرب اضرب. لك روح يا زلمة، ما معه بنزين، عم يمشي ماشي الزلمة. روح روح ساعده. يا الله ابو سعود، وراك وراك يا ابو سعود. يا روح روح، لا يمين يمين يمين، لف يمين يا ابو سعود، لف يمين يا ابو خلاف، يا ابو جاسم، يا ابو عقلة، لف يمين لف يمين. اجابك لو نيوان يا زلمة، اللي بقيان ضدك واحد، سوا واقف لي هون، اركب سيارتك وروح دور عليه. انت كمل يمين، ما خليت الدروب ما رحت له. انها النعس يا صديقي. روح اضرب، روح روح مسعود، اركب سيارتك روح اضرب روح. ما حدا راضي يعني يسمع الكلمة. اروح طيب، روح عالدروب، بلكي زلمة جاي عالدروب ياخد درع ياخد خوذة. ايوه هيج،
دمو فيريلو. لولو لولو إلى مين؟ تيس شيرك تطلع اوبن يا تيس. انتهت المباراة لمين؟ لصالح مين؟ مسعود. كفو يا مسعود وحش، كفو مسعود. تواصل معي ومبروك على الشدات ومبروك على الفوز، وتحياتي لكم شباب. واذا عجبكم الروم حطونا لايك، واذا ما عجبك حط لنا لايك، اكتب لنا كومنت حلو على ذوقك، والسلام عليكم.